معكم شيخ خالد بن عبد الله من ولاية البويرة، عمري 22 سنة، حافظ لكتاب الله تعالى والحمد لله، أملك شهادة ليسونس تخصص عقيدة مقارنة الأديان وشهادة ماستر تخصص مقارنة الأديان. فيحفظ الله بها من الوقوع في المعاصي. من صغري كبرت في المسجد، تربيت في مسجد، الحمد لله نجحت في البكالوريا، دخلت سنة أولى شريعة، بديت التخصص هذه لأنه على بالي باللي هو اللي راح يوصلني للإمامة. فمن دون صلاة لا يطيب عيش الإنسان. بدأت عملي هنا كإمام بتوفيق من الله عز وجل منذ قرابة عام، كانت هذه أمنية الوالد حفظه الله تعالى ورعاه وأمنيتي من الصغر، ولله الحمد والمنة أن وفقني في اجتياز مسابقة بمديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية البليدة، ولله كنت من الفائزين فيها، وباشرت عملي هنا إمام مسجد الفرقان ببوفاريك. يعلم ما يفعل وما يقول فيها. الحمد لله أنا أصغر إمام على التراب الوطني، تجاوزت كل الصعوبات، تجاوزت وتخطيت أي شيء لأحقق أمنية الوالد حفظه الله. حطيت الأمنية على الوالد صوب عيني فلم أرى غيرها، والحمد لله لم أرى غيرها. الحمد لله خليت الدنيا بجيه، حققت الأمنية تاعو. لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. طموحاتي أن أؤم الناس في أكبر مساجد الوطن ولما لا في أكبر مساجد العالم، هذه طموحاتي، وسأصل إن شاء الله بإذن المولى عز وجل وتوفيق من عنده. المسلمون يا